أمس في المقارنة في درجة الحرارة بين الفلتين، هذه الفلة اللي مغطية مواصل الشبكة وعليها مظلة على خزانها، اللي يقولون أنك أنت بقياسك الموية كده أنت تأخذ حرارة البلاط، ما في مشكلة نحطه تحت البلاط. وجبت نوعين من الكيسان، أمس درجة الحرارة كانت 37 تقريبا 38، الحين ما أخذ درجة حرارة البلاط. واحد واربعين طبعا الحين نفس توقيت أمس، يعني 5:45 دقيقة تقريبا العصر. أوكي يلا، الحين ما أخذ درجة حرارة البلاط أنا، وهذا الثاني نفسه، لأن الحين درجة الحرارة أكثر من أمس. طيب نرجع نقيس نفس قياس أمس، ما له علاقة، ترى الليزر هذا ما هو اللي يقرأ الحرارة، هذا انفراريد الجهاز، الليزر للتوجيه فقط لا أكثر. هذا البلاط على طول 47 وشوي، وهذا الكاس الموية. في جهاز خاص بقياس درجة حرارة السوائل يتم وضعه بداخل الماء، معروف هو طبعا، ولكن هو دقيق طبعا للسوائل، لكن لا يعني إن مقارنتنا بالفلتين باستخدام الانفراريد ثرموميتر أنها خطأ من حيث المقارنة. أرجو أن الفكرة اتضحت.